السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفرض غادي يخص مادة النشاط العلمي، وبالضبط النموذج رقم 5 من هذه الفروض اللي كتخص المستوى الخامس ابتدائي، المرحلة الثالثة، الدورة الثانية، يعني الفرض الأول في الدورة الثانية، الموسم الدراسي 2021-2022. إذا درت معكم مجموعة من النماذج ديال فروض النشاط العلمي، 4 ديال النماذج، وهذا النموذج رقم 5، وكذلك اللغة الفرنسية. درنا النموذج الأول فيه لي زاكتيفيتي كاملين، كومبريونسيون دو ليكري، غرامير، كونجوغيزون، ليكسيك، اورتوغراف، اي برودكسيون دو ليكري. وبديت معكم كذلك النموذج رقم 2، ودرنا بزاف ديال لي زاكتيفيتي. إذا مرحبا بكم ومرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إن شاء الله غادي تلقى في هذه القناة الدروس والفروض وكذلك الامتحانات الإشهادية بالنسبة للمستويات الإشهادية. إذا مرحبا بكم. إذا فرض النشاط العلمي النموذج رقم 5 المستوى الخامس ابتدائي، عندي هنايا 4 ديال الأنشطة. نشاط باللغة الفرنسية هو النشاط الأول، وثلاثة ديال الأنشطة باللغة العربية. إذا هذه طبعا أنا عودتكم هذه القضية هذه ديال النشاط باللغة الفرنسية في إطار التناوب اللغوي اللي كاين في المواد العلمية، صافي. إذا نبداو على بركة الله الإنجاز ديال هذا الفرض ديالنا. إذا النشاط الأول، جو كومبليت لي فراز افيك سو كي كونفيان. دونك هاد لي فراز هادو نحاولوا نكملوهم بهاد الكلمات هادو: اوفول، سبرماتوزويد، مال، اوف، la fécondation. Donc ovule هما البويضات، دونك كنسميوهم البويضات. سبرماتوزويد هما الحيوانات المنويه. مال هو الذكر، وهنا اوف البيضه، la fécondation اللي هو الاخصاب، صافي. دونك بهذه الكلمات هادو غنعمرو هاد لي فراز هادو. دونك la reproduction animale nécessite la présence d'une femelle. دونك هنايا توالد الحيوانات، توالد الحيوانات، لا ريبرودكسيون انيمال نيسيسيت، يعني تحتاج ماذا؟ نيسيسيت لا بريزونس، الوجود دون فيميل، الوجود ديال واحد الانثى. كي برودوي دي اللي كتنتج لنا، دونك الانثى اش كتنتج لنا؟ كتنتج لنا البويضات، دونك كتنتج لنا دي زوفول، صافي، دي زوفول. دونك دي زوفول، اها، كي برودوي دي زوفول، مشات لينا هادي. لوفول سو ترانسفورم اون، هاد البويضه كتحولنا لين، كتحولنا الى بيضه، اون نوف، صافي، كتحولنا الى بيضه. دونك البويضه تتحول الى بيضه، هاد البويضه كتحول الى بيضه بشرط ماذا؟ سي ايلي ميلونجي او، الى تخلطات او الى اتحدات مع ايش؟ مع لي سبيرماتوزويد دو مال، مع الحيوانات المنوية ديال الذكر، صافي. سبيرماتوزويد، ماتوزويد، سبيرماتوزويد دو مال، صافي، مع الحيوانات المنوية ديال الذكر. دونك هاد البيضة أو البويضات كيتحولوا لنا إلى بيضة عندما تتحول أو عندما تتحد البويضة مع الحيوانات المنوية ديال الذكر، صافي. لونيون دان اوفول، يعني اتحاد ديال واحد البويضة avec un spermatozoïde، مع واحد الحيوان المنوي سابيل، كتسمى ماذا؟ كتسمى لا فيكونداسيون. لا فيكونداسيون اللي هي الاخصاب، صافي، لا فيكونداسيون. دونك لا ريبرودكسيون انيمال نيسيسيت لا بريزونس دون فيميل كي برودوي دي زوفول. لوفول سو ترانسفورم اون نوف سي il est mélangé au spermatozoïde du mâle. L'union d'un ovule avec un spermatozoïde s'appelle la fécondation. Passons maintenant à النشاط رقم 2، تابعوا معايا دائما. إذا نعتبر الشكل جانبه رسم لأعضاء توالد فأر. إذا هذا رسم يوضح أعضاء توالد فأر، صافي. إذا السؤال الأول، هل هي أعضاء تناسلية أنثوية أم ذكرية؟ هل لي جوابها؟ إذا هذه الأعضاء هذه اللي كتلاحظوا هنايا، واش هي أنثوية ولا ذكرية؟ إذا هي أعضاء تناسلية، تناسلية ذكرية، ها، ذكرية. لماذا؟ لوجود هذا الرمز، صافي، ها، لوجود رمز الذكر، صافي، رمز الذكر. إذا هذا هو رمز الذكر، صافي. وكذلك هاد المكونات اللي هما مكونات الجهاز التناسلي للفأر، إذا كتوضح بأنه ذكر، صافي. سؤال موالي، أتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح: قناة منوية، خصية، قضيب. إذا أولا رقم 1 يمثل خصية، صافي، خصية. رقم 2 يمثل قناة منوية، قناة منوية،
أها، ورقم 3 يمثل القضيب. صافي، قضيب. السؤال الموالي: أعطي عنوانا مناسبا للرسم. إذا عنوان مناسب للرسم، مثلا نقول أعضاء الجهاز التناسلي للفأر. أعضاء الجهاز التناسلي للفأر، إذا هذا الرسم هذا كيمثلنا الأعضاء ديال الجهاز التناسلي، مفهوم؟ السؤال الموالي: أذكر دور العنصر رقم 1. إذا العنصر رقم 1 اللي هو الخصية، شنو الدور ديالها؟ إذا دورها يتجلى في إنتاج ماذا؟ الحيوانات المنوية. صافي، إذا شكون اللي كينتج لنا الحيوانات المنوية عند الذكر؟ وهما الخصية. صافي، هما الخصيتين. دوزو للنشاط الموالي، نشاط رقم 3: إذا استئصال المبيضين والخصيتين يؤدي إلى عقم الفأر والفأرة. إذا إلا جبنا واحد الفأر وزولنا له الخصيتين، وواحد الفأرة زولنا له المبيضين، غادي يوقع لنا العقم، يعني ما غاديش يمكننا يولدوا. صافي، وحدد الدور كون من المبيض والخصية في التوالد. إذا شنو هو الدور إذا ديال المبيض وديال الخصية في هذا التوالد؟ إذا دور المبيض إذا دوره يتجلى في إنتاج ماذا؟ في إنتاج البويضات، ذاك البويضات اللي كيتحولوا إلى بيضة عندما تلتقي بالحيوانات المنوية. صافي، إذا أحدد دور الخصية. إذا الخصية دورها يتجلى في ماذا؟ في إنتاج الحيوانات المنوية. إذا الحيوانات المنوية، إذا الخصية كتنتج لنا الحيوانات المنوية، والمبيض كينتج لنا المبيضات. صافي، والالتقاء ديال البويضات بالحيوانات المنوية يسمى إخصاب. دوزو النشاط الأخير، النشاط الرابع، اللي هو الإجابة بصحيح أو خطأ. إذا هنا عندي 3 ديال العبارات، إذا كانت العبارة صحيحة سأكتب صحيح، وإذا كانت العبارة خاطئة سأكتب خطأ. إذا العبارة الأولى: يسمى اتحاد بويضة بحيوان منوي إخصاب. إذا البويضة ملي كتلاقى، إذا عندنا واحد البويضة هنا زائد واحد الحيوان منوي، شنو يعطينا؟ يعطينا إخصاب. إخصاب، إذا صحيح. صحيح، إذا هذا هو التعريف ديال الإخصاب، وهو اتحاد ماذا؟ اتحاد بويضة ديال الأنثى بحيوان منوي اللي هو ديال الذكر، مما ينتج عنه الإخصاب. صافي، اللي كيعطينا البيضة. العبارة الموالية: يتكون الجهاز التناسلي لأنثى الفأر من مبيضين وقناتين منويتين ورحم. إذا هنا الجهاز التناسلي لأنثى الفأر ما كيتكونش من هذه المكونات هذو. إذا فعلا الجهاز التناسلي للأنثى كاين مبيضين، ولكن ما كاينش قناتين منويتين، بل قناتين مبيضيتين. صافي، مبيضيتين، وبالتالي هنا عبارة خاطئة. صافي، خطأ. العبارة الأخيرة: العجل الصغير ينمو في رحم أمه ويتغذى عبر الحبل السري ما تتغذاه أمه. هنا صحيح. إذا بالنسبة الجنين ديال الحيوانات الولودة، قلنا بأنه ينمو ويتغذى، إذا كينمو داخل رحم أمه ويتغذى عبر الحبل السري الذي يربط الأم بجنينها. صافي، إذا يسمى اتحاد بويضة بحيوان منوي إخصاب. صحيح، تكون الجهاز التناسلي للأنثى الفأر من مبيضين وقناتين منويتين ورحم. خطأ، العجل الصغير ينمو في رحم أمه ويتغذى عبر الحبل السري ما تتغذاه أمه. صحيح، إذا هذا هو الفرض ديالنا، النموذج رقم 5 من فروض المراقبة المستمرة، الفرض الأول، الدورة الثانية ديال مادة النشاط العلمي. وصلنا النموذج رقم 5 ديال فروض النشاط العلمي. كنتمنى أنه هذا الفرض يكون نال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى أنه الفيديوهات ديال القناة يكونوا كينالوا الاستحسان ديالكم. زيدوا بارطاجيو القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالكم باش يوصلوا أكبر عدد من المتتبعين والمتتبعات، وأكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات إن شاء الله. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.